للمزيد من المعلومات ينضم إلينا من غزة مراسل الغد محمد أبو ناموس. إذن محمد، ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة الغربية وغزة والقدس؟ يعني لنبدأ الحديث بالقرارات وردود الأفعال الرسمية وما قالته وزارة الخارجية الفلسطينية بأنها ترحب بهذا القرار الجريء والذي اعتبرته انتصار للدماء الفلسطينية وكل من لقوا حتفهم جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وأيضا في قطاع غزة. أما الفصائل الفلسطينية فأبدت ترحيبا كبيرا واعتبرت هذا انتصار سياسي جديد لها من خلال محكمة الجنايات الدولية بعد أن قال المدعي العام في المحكمة بأنهم انتهوا من المرحلة الأولى وأن كل الجرائم تنطبق عليها كل الإيضاحات وكل الأمور التي يمكن أن نقول هناك جرائم حرب حدثت داخل قطاع غزة والضفة والقدس، إلى أنها تقول أيضا أن هناك خطوات يجب أن تكون بعد هذه الخطوة من محكمة الجنايات الدولية وهي محاكمة إسرائيل وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم التي ارتكبت منذ 5 سنوات حتى هذه اللحظة. هناك أعداد كبيرة، مئات من الشهداء، آلاف من الإصابات جراء هذه الجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. الكل الفلسطيني الآن يعول على القرارات الدولية التي يمكن أن تكون ما بعد هذا التصريح للمدعي العام في الجنايات الدولية. على أي حال، الحالة الفلسطينية هنا والأصوات الفلسطينية الآن بدأت بدعم هذه القرارات الدولية وأنها الآن تريد محاكمة هذا الاحتلال الإسرائيلي بشكل فعلي على هذه الجرائم، لا سيما وأن كل جريمة قام بها الاحتلال الإسرائيلي هناك مجموعة من التوثيقات لهذه الجرائم وأيضا إدانة للاحتلال الإسرائيلي في أعداد الشهداء، أعداد الإصابات وأيضا عدد المعاقين الذين أصبحوا جراء هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة. قصص إنسانية كبيرة هي دليل واضح وبرهان كبير على هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في فلسطين بشكل عام، لا سيما أيضا واستمرار في هذه الجرائم والتي لم تنتهي بالشهداء بل وصلت إلى الاستيطان في الكثير من مدن الضفة الغربية وأيضا في القدس. شكرا جزيلا لك مراسل الغد من غزة محمد أبو ناموس.